السلام عليكم، معكم أصيل بويرتو، بروف انجينيور ديتا في ميكاترونيك. المهم جيت نبحث على الناس اللي في اليوتيوب، الافكار ديالي حتى انا ماشي غير ديك الناس اللي كيطلعوا في الطوندونس ديال المغرب، حتى انا بغيت نبحث عليهم حتى انا بالافكار ديالي. المهم عجبتك الفكره ولا ما عجبتك شي، مرحبا بك عندي في لاشين. الوعي هو طريق او هو يعني الزاد ديال اي امه باش تبني الحضاره ديالها. الوعي هو ماشي المعلومات السابقه اصطلاه من الله سبحانه وتعالى في الدماغ ديالنا اللي هو جهاز. اذا باش كتبنى الحضاره كتبنى بالوعي الافراد ديالها. نورمالمون واحد المجتمع ديالها واعي، واحد المجتمع عنده فكر. ملي كنهضروا على مجتمع عنده فكر يعني عنده واحد المبدا. غير بين قوسين، كثره قراءه الكتب كتنتج شي واحد الوعي. بحال مثلا ملي كنجيو نهضروا مثلا على المجتمع الغربي، المبدا ديالو هو الراسماليه. مثلا ملي كنهضروا على المجتمع او كنهضروا على الاتحاد السوفيتي، المبدا ديالو هو الشيوعيه، طبعا قبل سقوط جدار برلين. يقدر الفرد يكون مثلا كيقرا كتب شوميشا، مثلا شوميشا كتالف كتب في الطبخ، ولكن واش الكتب في الطبخ غادي ننتجوا وعي؟ أو الكتب ديال أحلام ميسي غنامي مثلا، لا الكتب ديال كيف تصبح مليونيرا في سيمانة في أسبوع، الكتب نورمال ما تكريش واحد الوعي، فهمتي؟ إذا ملي كنهضرو على واحد الأمة باش تقدر تبني الحضارة ديالها، خصها تشبت بالمبدأ ديالها، وديك المبدأ ديالها اش كينتج في الأفراد، ولا اش كينتج في المجتمع؟ كينتج واحد الوعي. اذا خصو يكون الوعي او خصو يكون المجتمع اللي كيشكل الامه عنده واحد الوعي بالمبدا ديالو. ممكن الفرد يقرا واحد الكتاب ويغير له الحياه ديالو كامله، يقدر ينتج له وعي. نورمالمون الوعي شنو هو؟ هو ديك الوسائل ديال التفكير، الطريقه الصحيحه باش انك تفكر، الامور اللي كتخليك تربط بين الاحداث بواحد الطريقه سليمه. نورمالمون هذا هو واحد الوعي، نورمالمون هذا واحد التفكير. ملي كتنتج واحد الوعي بالمبدا كتنتج حضاره. الحضاره نورمالمون هي واحد المجموعه من المكونات، من بينها المدنيه، من بينها الثقافة. نورمالمون الحضارة كتكون منبثقة على الفكرة، كتكون منبثقة على المبدأ اللي كتبناه كل أمة. شو قضية التفكير نورمالمون واحد الموضوع عميق بزاف، خلى المفكرين العلماء أنهم يتعمقوا فيه. نورمالمون هذا التفكير هذا الأساس ديالو اللي هو العقل، يعني واحد سيستم ديكسبلواتاسيون الله سبحانه وتعالى أصطلاه لنا في الدماغ. إذا الجهاز هو الدماغ نورمالمون، وعندو واحد سيستم ديكسبلواتاسيون اللي هو التفكير. هناك فرق بين الحضارة والمدنية. شحال من واحد كتناقش معاه كيقول لك الغرب فايتين في صنعوا الطياير وصنعوا الصواريخ وعندهم الطرق مع هذيك، ماشي حضارة، هذيك ماشي حضارة غربية، هذيك نورمالمون مدنيه. هذوك من مظاهر الحضاره، هذيك المدنيه الغربيه كتجلى في نورمالمون في التقدم التكنولوجي والتقدم العمراني. متفقين ملي كنهضروا على الحضاره كنهضروا على واحد الفكره كينبثق منا الوعي، كينبثق منا الاخلاق، المعاملات. متفقين؟ دابا المشكلة ديال وسائل التواصل الاجتماعي اللي رجعت من انستغرام فيسبوك تريندين ديال اليوتيوب كما كنلاحظوا، يعني كطغى عليها التفاهم. نورمالمون ما كتساهمش في الزيادة ديال الوعي والمنسوب مستوى ديال الوعي ديال المجتمع، نورمالمون كتساهم في التكليخ ديالو.
وبالتالي هذا الامر يعني مشكل عويص جدا. بحال مثلا ملي كنهضروا على مثلا ما خصناش نتعاملوا بالربه، فعدم المعامله بالربا هي منبثقه من الحضاره الاسلاميه. الحضاره الاسلاميه هي اللي نتجتنا واحد الوعي اسمه ما خصناش نتعاملوا بالربا، متفقين؟ وبالتالي هادشي اللي كاين، اذا خصنا نكون عندنا المفاهيم. الازمه ديالنا هي ازمه مفاهيم. المهم غير بين قوسين، انا بهذا الفيديو هذا باقي كنفتش فيهم بهم على الدات ديالي، يعني باقي ما طحتش في شي فكره يعني ولا في شي موضوع معوض ايضا اللي نقدر مثلا قديما كنتطرق له، وما انا باقي كنفتش. المهم هو ما نجلسش، وانا دائما معكم ان شاء الله في هذا السيكور هذا. كنتمنى كما كنقول دائما ما نكونش ضيف ثقيل عليكم، كنتمنى نكون خفيف وصافي. هادشي اللي كاين.